مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، لست أرجو سوى شربة من يدي، الصلاة عليه والسلام عليه. للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.